مرحبا بكم مرة أخرى في استديوهات الماتينال. نشوفوا سبوت الخاصة بجايس ومن بعد نرجو نختموا مع لي شيف. الو صفصوفة جويس شنو نقولوا؟ اللي هي موجودة ديما نقولوا ونذكروا في 3 بوان فونت، ثلاثة نقاط البيع، ثلاثة مغازات كبرى مخصصة على ذمتكم باش تمشيو تقضيوا منهم، تلقاو فيها حوايج نساء ورجال، صغيرات، اسباب، تيسيكان، لي زاكسسوار اللي هما لي فوبيجو، تلقاو فيهم الفيليجيت، تلقاو فيهم لي ساكاما، لي زيسبادغي، حوايج سبور، الديكوراسيون نتاع الدار، الريدوات، لي كوسان، كل ما يهم الزينة نتاع الدار، حتى الماعون موجودة عن جويس وحوايج سبور بالطبيعة، هذوما الكل عليهم تخفيضات هامة وهامة جدا عن جويس، سيرتو في الحوايج 50% في قام معينة نتاع حوايج صغار، قام معينة فيها 70% في لي سبادغي حوايج السبور عليهم 30% الماعون وغيره وغيره كلهم عليهم تخفيضات عن جويس دونك ما عليكم كان تمشيوا للي بوان فونت والا تدخلوا على الباج فيسبوك جويس باج انستغرام جويس اوفيسيال تاخذوا فكره اكثر وما تنساوش راهم يعملوا لا ليفغيزون على كامل تراب الجمهوريه فادي امشيوا لجويس وذكروني ميرسي صفصوفة نعطيو كلمه للي شيف مرحبا فاطمه الختام اكيد باش يكون التفكير بالمقادير بتاع وصفاتنا اللي حضرناهم اليوم شيف فتحية ما ادخرت حتى جهد باش تودكم بديسير بنين وخبز ممتاز كي العادة فارينة وردة الوغ انا اليوم الديسير هو بالفارينة سبيسيال جاتو وردة الفارينة متاعو طايبة معناها نطيبها في الكوشة نقولو طغيفيه معناها نقليوها في الكوشة نحطوها ساعة في سخانة 120 نفرشوها في طبق ونحطوها الطيب اون فوا طابت ما يلزمش تحمر راهو جوست تشيح بالقدا نحطوا عليها الزبده اللوز السكر غلاس والسكر فانيي سمارت شيف نخلطوها مليح نعركوها ومن بعد نقصوها دور دور كيما وريتكم التكنيك نتاع قصانها تدخل في كوشه سخنتها 180 وانتم كيما تشوفوا كراكلي مزيانه شاده روحها بسكوي بنين وسورتو اللي ماهوش متكلف ويصبر بالقدا حاجه بنينه نجموا اللي ما يحبش اللوز ينجم يعوض بالفريوة كاكاوية في اي فاكهه تنجم تجي في وسط البسكوي هذايا وسورتو اللي ساهل وبنين مع هذا عملت الخبز هذايا الخبز اللي نعرفوه في لبنان وفي فلسطين مغرومين به برشا يعملوه بالكنافه يشقوه في الوسط يحطوا فيه الكنافه وقت اللي معناها عندهم هما غاديكا عملته بالفيرينا سبيسيال بيتزا ورده حطيت فيه الخميره انستونتاني سمارت شيف عجنته بشويه حطيت له شويه زيت نجمه ديو بلس وعجنته بالماء ماء معدني ديما كالعاده نعجن خبزي ديما بالماء المعدني خليته خمر مده ساعه ومن بعد حليته وريتكم كيفاش خلطت الجلجلان فيه شويه ملح وشويه عسل وشويه ماء خلطته مع بعضه باش يلصق تشوفوا فيه ما يتنحاش الجلجلان نتاعو رغم اللي نمسوه كل ما يتنحاش وسطه فريمون منفج وخامر وخبز بنين وفي ساعه في ساعه يتشق وسطه معناها تغزلوا له كيفاش مدوبل هما عندهم كوش غادي سبيسيال شويه على الحجره يطيبوه في ساعه في ساعه تقبوا بالخبزه احنا بالامكانيات الموجوده اللي عنده كوشه سخونه بالقدا ينجح بالقدا الخبز هذا هذايا كانت دبرت اليوم نقول لكم ابعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال ماتينال ومرحبا بكم باقتراحاتكم. يعطيك الصحة شيف، دونك هذه اقتراحاتنا لليوم في الحلو وفي الخبز، في الملح حضرت انا اليوم زوز وصفات، الوصفة الأولى وريتكم كيفاش تحضروا الدجاج اللي تقرمش تاخذوه من الريستورون، البولي شو اسمه يسموه تشيكن فرايد، دونك هذايا على الطريقة الأمريكية، وريتكم الفاح نتاعو كيفاش تفوحوه وخاصة الكويسون. مهم برشا البانيوغ سامبل كانت مع هو حضرت اليوم مقرونه اخترتها باش تكون بالشامبينيون والدجاج وعملت فيها الفخوماج فيمي من عند مرياح المقرونه نتاعي بعد ما سوتيت الدجاج بالكدا في زيت نجمه ديو بلوس حطيت معاها شويه ملح وفلفل اكحل
وقتها زدت عليها الشامبينيون ذبال وزدت عليهم الكريم فريش، خليتها غلت شويه. في اخر ما طيب الصوص نتاعي نسقط المقرونه اللي صمتناها، اخترتها اليوم سبيرال من عند ورده، انتم اختاروا اللي تحبوا عليه. ورده تحط على ذمتكم برشا انواع نتاع بات مزيانين. دونك حطيتها البات الطيب وفوق منها رشيت الفخوماج اللي هو فومي من عند مرياح، اعطاني اكثر بنه للمقرونه واكثر اونكتيوزيتي للصوص نتاعي. هذه الوصفات اللي حبيت نودكم بها. ديما تابعونا احنا في برنامج الماتينال، نختاروا لكم اعز المنتوجات اللي تنجم تكون معاكم في كوجينتكم، كيما تن البدر وتن الموجة. تن البدر اللي هو مصنوع بطريقة تقليدية، طايب في زيت ممتاز مع أكيد الرند الجبلي كيف ما تقول الشيف فتحية ديما، يختاروا أنواع متاع فحات بنينة برشا للتن هذايا. البدر الزيت متاعه زيت زيتونة إكسترا فيير، ثم الزيت النباتي، ثم اللي يحب زادة في الموجة، ثم من غير زيت أصلا بالماء بركة. دونك الناس اللي خايفة على الكوليسترول وغيره ينجموا يتوجهوا للبدر والى الموجة، ياخذوا للي يحبوا عليه. مشاهدينا انا نقول لكم ديما خليكم على قناة 9 في برنامج الماتينال في نفس التوقيت باش تتبعونا وتاخذوا منا دبارة كل يوم. الى اللقاء. مشكورين للشيف يعطيكم الصحة. احنا وقيت يسير تويكا، دونك وين ما تكون في تونس، سوسة صفاقس ولا المستير، في الماكلة ما عادش تحير. تيليشارجي يسير اكسبريس لابليكاسيون دو ليفغيزون اللي تحط على ذمتكم برشا دي ريستورون ولارج شوا في لي منو. مش كان هذا اكاهو، الحاجة سبيسيال عند يسير اكسبريس اللي هي تمتع لي كليون تاعها على طول الجمعة بدي برومو تري انتيريسون يوصلوا حتى كش 50% من تخفيض. دونك على سوم الكوموند اللي تعديها على لابليكاسيون بيان سور يسير اكسبريس. ما تنساوش باش تدخلوا على الباج فيسبوك والكونت انستغرام نتاع يسير وبيان سور يسير اكسبريس باش تتمتعوا بلي برومو ولي بون بلان. يعطيهم الصحه يسير صفصوف. فاطمة انا نعمل ريميرسيمون كالعاده في الفينيش لارتيست كوافور يمن بور لا ميز اون بوتي، واللي تلقاوها في العوينه حي الواحات باج فيسبوك اي باج انستغرام الارتيست كوافور يمن. كيف كيف نعمل ريميرسيمون الجويس اللي قاعده تلبس فيا، جويس تلقاها في 3 بوان فونت سكره، نابل ياسمين الحمامات تلبس نساء ورجال كبار وصغيرات، صباب دي اكسسوار وكل ما يهم الديكوراسيون نتاع دياركم. باج فيسبوك جويس، باج انستغرام جويس اوفيسيال، تبعوا لي باج على خاطر لي برومو راهم امباتابل عن جويس البريود هذيا. وان شاء الله احنا ملتقانا الجمعه الجايه اي بون فان دو سيمين. يعطيك الصحه زيد صفصوف. انا بدي نشكر نحب نشكر الديكور اللي عندنا امضاء مدام احلام قلال ديكو غاف، دونك ديكو غاف تلقاوه على باج فيسبوك كما تلقاوه زاد على باج الانستغرام. زاد نشكر السونتر ستيك باك ستيج تلقاوه في العوينه باج فيسبوك انستغرام باك ستيج. نشكر انزو شوز التقاوه في المنزه السابع، دونك انزو شوز كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده، تدخلوا على ليزابليكاسيون نتاعهم سواء على الفيسبوك انزو شوز ولا الانستغرام انزو شوز اوفيسيال، وما تتكمانديو اي ارتيكل راجعكم من عند انزو شوز ويوصلكم حتى قدام باب داركم. ميرسي سي ان دام البوتيك اللي تلبس فيها تلقاوه في طريق السكره باج فيسبوك وانستغرام سي ان دام سكره. ميرسي فريق الاعداد زملتنا هلا بن جمعه، ميرسي فريق التقني، ميرسي زاد جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا.
ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر يا ذا لزر مزاروني ديما مزار ومعدل كل منقالة أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته مش نورمال تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس صابون أخضر مش ممسك الحم مش دجاج أوه ما عنديش الزهر في قضيتك ما عندي الزهر كي خبيتك من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه مع سمارت شيف مسهلها البنة لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما سمحني أختي عندك إمين تتزنف لقوي مناعة صف عايشك صف أما سير عندك إمين تتزنف لك ما هو اللي قوي المناعة وفيه الفيتامينات هيا ذي إمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللخ فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا إمين تتزنف نشاط وحيوية إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي